مساء الخير، اهلا وسهلا ومرحبا. معكم شفيق العمراني، مواطن امريكي من اصول مغربيه، امريكي مغربي. اليوم السبت 6 فبراير 2021 الساعه 12:34 دقيقه التوقيت ديال بلجيكا. الان كنتواجد في المطار ديال شارلوروا في بلجيكا. كندير هذا الفيديو، انا بقات لي غادي نركب مع 3:45 دقيقه. عندي الفول من هذا المطار، هذا المطار ديال الرباط سالا بالمغرب. منذ اول خروج ديالي مع المعتقل السياسي السابق الاستاذ محمد حاجي، تعرضت لبزاف ديال الضغوطات وتعرضت لبزاف ديال التهديدات اللي كان الفحوى ديالها هو انك الا دخلتي للمغرب راه غادي نغبروك، وهاد المره ما غاديش تخرج منها سالم. وانا بغيت نقول في هذا الاطار انني غادي ندخل المغرب، ولو وقعت لي اي حاجه في المغرب، اختفاء قصري او اغتيال او ما شابه ذلك، فالمسؤوليه طبعا كيتحملها الجهاز الامني اللي توصلت بالتهديدات من طرفه. او بهذه المناسبه تنبغي نذكر بانه حان الوقت انه يدار حد البوليس السياسي عندنا في المغرب. وبه وجب الاعلام، والسلام. حفظكم الله ورعاكم وسدد خطاكم. دوزوا بخير.